الحكومة السورية تصدر قرارات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنص هذه القرارات إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة ابتداء من 14 من آذار ولغاية 2 من نيسان، وتبعتها قرارات بإغلاق المقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وصالات الألعاب وكل الأماكن التي قد تتجمع بها أعداد من الناس، والجديد قرارات بإغلاق المطاعم ومحلات الوجبات السريعة الغربية والشرقية، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الشارع السوري وحياة المواطن الذي ما كاد قد انفك من ظلم الأزمة السورية والحروب الداخلية ومن الغلاء الفاحش بسبب تجار الأزمة الذي يعيشها حتى اليوم. وها قد أتيح فرصة جديدة لهؤلاء اللصوص بقرار إيقاف المطاعم ليجدوا فرصة جديدة لرفع أسعار كافة المواد الغذائية واستغلال القرار وتضييق الحصار المعيشي على المواطن السوري والمواطن لا حول له ولا قوة. إن قرارات إغلاق المحلات والمطاعم والنوادي الرياضية والأماكن العامة شهدناها في معظم الدول، لكن مع اختلاف هام مثل الدول الأوروبية أصدرت تعميم بعد قرار الإغلاق أن الحكومة ستتكفل بكافة الخسائر الناتجة عن الإغلاق لأصحاب المهن والمحلات والمطاعم والصالات الرياضية وستعوض هذه الخسائر، لكن الفجائع في الدول العربية موت وغلاء أسعار وتجار أزمات. بدلا من أن تقوم الحكومات بتعويض الناس، على الأقل يجب عليهم مكافحة تجار الأزمات وتحديد أسعار البيع للمواد الغذائية بحسب فواتير شرائها، ويجب تشكيل لجان مراقبة أسعار المواد الغذائية وخصوصا في سوريا التي لها ماضي مؤلم مع تجارة البشر.